أعزائي المتابعين، هنبدأ مع بعض كورس API مع ASP.NET Core، وإن شاء الله هيبقى إضافة قوية لكل الكورسات الرائعة اللي بنقدمها على القناة. لو كنت من الناس اللي تابعوا كورس ASP.NET Core فأكيد أنت مستني الكورس ده عشان هتحتاجه قدام لما نبتدي المستوى الاحترافي أو ليفل الوحش في ASP.NET Core، أو لو أنت مهتم مثلا بتعلم الـ API، أو لو أنت تعرف ASP.NET Core أو عندك خلفية على الدوت نت عموما وعاوز تتعلم إزاي تعمل API، أو كنت أنت أي حاجة تانية، فصدقني الكورس ده هيبقى إضافة كبيرة ليك ولمعلوماتك في المجال ولبناء شخصيتك كمبرمج فول ستاك ديفلوبر في بيئة مايكروسوفت. صدقني الكورس ده هيفيدك كتير جدا في مستقبلك عشان تبقى مطور تطبيقات ويب باستخدام ادوات مايكروسوفت وبالتحديد ادوات الكور. يلا بينا ما نضيعش وقت ويلا نبتدي ناخد نبذة عن الكورس وهندرس فيه ايه وايه المطلوب عشان نبدا فيه. معاكم مبرمج احمد محمدي سينيور سوفت وير ديفلوبر تيم ليدر وسيستم كونسلتنت، وخليكم معانا. في البداية ياريت فضلا وليس امرا كل الناس تعمل اشتراك في القناة، واللي مش مفعل علامة الجرس ياريت يفعلها عشان يوصل لكم اشعار من اليوتيوب بحلقات الكورس اول باول اول ما نقوم بنشرها على طول عشان تتابعوا معانا وكل ما ننزل حلقة تعرفوا انها نزلت في ساعتها. اتكلمنا قبل كده عن فكرة الـ API عن طريق الفيديوهين اللي طالعين على الشاشة دلوقتي، وهسيب لكم لينكاتهم في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. وكنا برضو عملنا كورس عن الـ API في القناة بس استخدمنا بيئة Node.js في بناء الـ API دوت، وشرحنا كتير من مفاهيم الـ API والRESTful API وطرق التعامل معها. لكن زي ما وعدتكم وخصوصا كل المتابعين تراك مايكروسوفت، هيكون كلامنا في الكورس دوت عن بناء الـ API عن طريق الباترن المميز لمايكروسوفت، وهو باترن ASP.NET Core API. في الكورس السابق اللي هو الـ ASP.NET Core وتحديدا اول حلقه اتكلمنا عن تاريخ الـ ASP عموما وامتى تم انشاء الويب كور، واتمنى اللي ما شافش الفيديو ده يشوفه لان فيه معلومات حلوه بجد، وهسيب لكم اللينك بتاعه في ديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. بس تخلينا النهاردة نتكلم عن مايكروسوفت وعالم الـ API. مايكروسوفت دخلت عالم الـ API مع تطويرها لـ ASP.NET Classic، وبدأت بحاجة اسمها الـ Web Service. كانت بتعتمد على تقنية في تبادل المعلومات بين السيرفر والكلاينت اسمها السوب. والسوب هنا مش معناها صابونة زي ما المعنى الحرفي ليها يعني ما بيقول، لا هي حاجة تانية مختلفة اسمها Simple Object Access Protocol، وكانت شغالة كويس جدا لحد ما مايكروسوفت قررت في سنة 2008 انها بقى تشارك في الترند الجديد الخاص بـ RESTful API، وقررت تطور نظام بيئتها من جديد وتستحدث الـ WCF، ودي ملهاش علاقة بـ WCF بتاعت المصارعة او المصارعة الحرة والحاجات دي، الاسامي بس قريبة من بعض، لكن هي معناها الويندوز كوميونيكيشن فاونديشن. ماشي، وده في حد ذاته كان تطوير كبير في عالم الويب سيرفيس اكتر من كونه بيئة عمل جديدة. وفي سنة 2012 بقى انشأت مايكروسوفت باترن جديد في بيئة تطويرها الفيجوال ستوديو، ونزلت في بيئة تطويرها اللي هي برنامج مايكروسوفت فيجوال ستوديو، ونزلت ASP.NET Web API، وده اللي كان نقلة نوعية مع نمط الـ MVC اللي كان تم إضافته برضو في الباترن الخاص بـ Visual Studio عشان خاطر تكريت المشاريع. ماشي، وطبعا مع بداية عصر الـ ASP.NET Core أصبح هناك بالطبيعية ASP.NET Core API، والباترن دوت الأخير اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو ASP.NET Core API هيكون محور الكورس بتاعنا ده بإذن الله تعالى. طيب أنا كدارس للكورس إيه الحاجات اللي لازماني عشان أشارك في الكورس الجميل ده؟ واحد، تكون عارف لغة سي شارب عشان هي دي اللغة اللي هنتعامل بيها في الكورس بتاعنا. طب لو مش عارف سي شارب تعمل إيه؟ في كورس على القناة هسيب لينكته في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو عشان تتعلم سي شارب، والكورس دوت هنبدأ فيه لغة سي شارب من الصفر، والكورس دوت عاوز اقول لكم من اكثر الكورسات انتشارا على النت واكثر مشاهدة، والارقام بتاعت الكورس ما بتكذبش وتقدر تشوف بنفسك. اتنين، يستحسن تكون عارف قواعد بيانات SQL Server، وهنا مش اقصد معرفة عميقة بSQL Server
يكفي تكون عارف يعني ايه جدول ويعني ايه علاقة بين الجداول، عشان هنقول مصطلحات كتير زي دي اثناء الكورس في SQL Server. وبرضو لو عاوز تتعلم SQL Server في كورس كامل على القناة ممكن تبدأ في تعلم SQL Server، وكمان هيبدأ معاك من تحت الصفر، وبرضو هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. 3. يستحسن تكون عارف ASP.NET، ماشي، اللي هو الكورس بتاع ASP.NET Core، او تكون واخد على الاقل المستوى الاول من الكورس برضو اللي ظاهر على الشاشة ده دلوقتي، واللي برضو هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. طبعا دي تو ماتش لينكس، يعني انا سايب لينكات كتيره من اول ما بدات الكورس، بس صدقني كلها مهمه عشان تبني مستقبلك كفول ستاك ديفلوبر في بيئه مايكروسوفت، لان شغلانه الفول ستاك هي مجموعه من المعلومات انت بتبنيها فوق بعض بالتدريج عشان توصل لانك تبقى باك اند ديفلوبر او فول ستاك ديفلوبر. ولو انت عندك التارجت دوت يبقى لازم تمشي على الكلام اللي انا بقوله وتشوف الكورسات اللي انا بقولها ديت وما تفوتش حاجه. يعني لو في حاجه من اللي قلتها قبل كده عندك فيها قصور او عندك فيها مشكله ما تبداش الكورس دوت، وابدا في الكورس الثاني اللي انا سايب لك لينكته، عشان انا بديك المسار السليم اللي تمشي عليه عشان تبني خبرتك في المجال صح. اوكي، وصدقني لو ما عندكش خبره في اي حاجه من اللي قلناها دولت مش عيب انك تبدا بالكورس اللي هو في اللي انا سايبه في الديسكريبشن بوكس او اي كورس ثاني غير الكورس ده الاول. العيب انك انت تحاول تاخد حاجه قبل حاجه، مفيش حد بيطلع الدور الثالث قبل الدور الثاني، لازم تاخد العماره من تحت، الدور الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وهكذا. ما ينفعش تبدا من الدور الاخير، لازم تعدي على الادوار اللي في الوسط الاول. عشان كده لو عندك قصور في اي حاجة انصحك انك ترجع للكورس اللي عندك فيه قصور تذاكره الاول، وبعد كده ترجع لي في الكورس ده، وتصدقني هكون مستنيك بفارغ الصبر. هنحتاج طبعا ننزل الفيجوال ستوديو 2022، ولو في نسخة احدث منه نزلت مفيش مشكلة، يعني لو نزل فيجوال ستوديو 2024 او 25 مفيش مشكلة، انا بنزل اخر نسخة وصلت ليها تكنولوجيا في الوقت دوت. ولو انت عندك مشكلة في تنزيل البرنامج ممكن تشوف الحلقة التانية من كورس ASP.NET Core، وهتلاقي كل الادوات اللي عايزينها في الكورس دوت ومشروحة بطريقة سهلة جدا، وازاي تسطبها على جهازك بمنتهى البساطة. الكورس ده هيتشرح حاليا بدوت نت 7، اوكي، دوت نت كور 7 طبعا، وده لانه احدث حاجة شغالة حاليا في السوق، وانا شايفهم حاليا شغالين على الـ8، الدوت نت كور 8، لكن مازال برضو لسه في طور التجارب ولسه ما حصلش منه بابلشنج يعني. فلو 8 نزل وانت بتتفرج على الكورس ده يعني شايفه مثلا بعد ما نزلناه فترة، مش مشكلة استخدم 8 عادي. مايكروسوفت من سياستها انها مش بتقفل على القديم، لما بتعمل نسخة جديدة بيكون التغييرات مش كتيرة، لو حاجة قديمة بتعمل فيها تحديث والاضافة بتقوم جاي حطها على جنب كده هوت. فانا بقولك ما تخافش من التطوير اللي هيحصل، وانا هحاول انزل نسخ جديدة من الدوت نت، وكل ما تنزل مثلا نسخة او فيرجن جديد اعمل حلقات اضافية في الكورس اشرح فيها التغييرات اللي حصلت في الكور، وكمان ايه الجديد وايه اللي ممكن يفيدك وتستخدمه، وايه ليه هم عملوا الفيرجن الجديد ده. اخر حاجة ليه رجاء كده، يعني رجاء شخصي، يا ريت نبطل نعمل داونلود للفيديوهات ونشوفها على منصة اليوتيوب، عشان انا شرحت اكتر من مرة ان محرك اليوتيوب مش بيحب القنوات اللي بيحصل عليها ترافيك الداونلود. الداونلود بي اللي هو الداونلود ستريمينج زي الداونلود انترنت مانجر والحاجات ديت. طبعا انا مش بتكلم عن الناس المشتركة بخدمة البريميوم، ده ما عندوش مشكلة لان هو ستيل بيشوف الفيديو على منصة اليوتيوب، ودي اوبشن يوتيوب هي اللي موفراها لمشتركين البريميوم. انا بتكلم عن الناس اللي بتنزل الفيديوهات على هذا الشخصي عن طريق الستريمينج داونلود، فده بيضر القناة وبيضر صانع المحتوى وبيخلينا نفكر ان احنا ننقل الكورسات بتاعتنا على منصات تانية ممكن برضو تكون المنصات دي مدفوعة. اتمنى في النهاية ان الكورس ده ينال اعجابكم، ولو اي حد عنده ملاحظات من اي نوع او استفسارات من اي نوع ياريت يسيب لنا رأيه في التعليقات تحت الفيديو. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقة القادمة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.